أنا ذكرت يعني الخلاف بين عبد الناصر وبين عبد الكريم قاسم. خاف عبد الكريم قاسم، مخاف من عبد السلام عارف اللي كان هو شريكه بالحكم. هو أصلا كان في خلاف بين عبد الناصر وبين قاسم؟ طبعا بالتأكيد. ما كان عبد الناصر يعني مؤيد مبارك لانقلاب قاسم على العائلة الحاكمة في البداية؟ نعم في البداية، يعني ما كان عبد السلام عبد الكريم قاسم كانوا في زيارة الأردن قبل الانقلاب، والتقوا مع عبد الحميد السراج اللي كان مسؤول الأمن بالوحدة بين مصر وبين سوريا. التقوا يا حسب ما تقول الروايات في درعة، وخبروا عبد الناصر أنه لديهم نية القيام بانقلاب عسكري، وعبد الناصر وطلبوا تأييد الجمهورية العربية المتحدة إلى هذا الانقلاب. فعبد الناصر بعث لهم نفس اليوم ونفس اللحظة تأييده الكامل لهذا الانقلاب، تأييده كامل. هم طبعا ذكروا له أنه إحنا هذا الانقلاب هو يقوم به ضباط قوميين، وهم يعني غرضهم أن يفتحون على الجمهورية العربية المتحدة، والعراق قد ينضم إلى 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 هذه الوحدة، وبالتالي هم يتمنون على رئيس عبد الناصر دعم هذا الانقلاب وتأييده على مختلف الأصعدة وكذا كذا إلى آخره. فهو رد عليهم بارك لهم الانقلاب، واقترح عليهم أنه الجمهورية العربية المتحدة ما تقدر تظهر على السطح، أن هي لأنه سوف تحسب عليها، سوف يحسب الانقلاب هذا عليها، خلي يكون هذا الانقلاب وطني عراقي، لا تدخلون الجمهورية العربية المتحدة بهذا الموضوع، لكن أنا عهدكم أنه سوف أدعمكم بشكل غير مباشر سياسيا وعلميا. عبد الناصر أدعمكم. فهو بارك الانقلاب بهذا بالجواب اللي جاء، وطلب أيضا أن الشخص الذي سوف ينفذ الانقلاب عليه هو أن يضع خطة الانقلاب. ارتاحوا الجماعة لهذا. فيعني ردا على سؤالك يعني عبد الناصر، لكن عبد الناصر بعد ذلك عندما حصل الخلاف بين عبد الناصر عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، عبد السلام انحاز إلى عبد الناصر، وهذا سبب قلق لعبد الكريم قاسم. فعبد الكريم قاسم بعد ما أقصى عبد السلام من المشهد ووضع بالسجن وإلى آخره، كان عليه أن يفكر بدعم جماهيري. من هو الدعم الجماهيري الذي لديه موقف سلبي مع عبد الناصر؟ هم الشيوعيين.